والله انا اعتقد انها يمكن ان تتاثر ايجابا. يعني طيب. حضرتك لابد من توجيه التاثير او بمعنى اخر التاثير على التاثير. لان احنا لو استسلمنا لهذه الحرب التجاريه فالامور ممكن ما تبقاش في مصلحتنا. لكن لو قدرنا ندرسها ثم نوجهها على اساس منطقي مستندين على ايه بقى حضرتك؟ السند الاساسي في العلاقات التجاريه هو التفاهم والحديث بلغه واحده على مستوى القيادات. واحنا الحقيقه لدينا مصر لديها مكانه كبيره عند الدوله الصينيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي له مكانه رفيعه عند القياده الصينيه، الرئيس شي جين بينغ والقياده الصينيه بالكامل، ويحترم كل توجهاتنا ويروا في مصر صديق قوي. والصداقه تبنى ايضا على المصالح، يعني نعم. ليس عيبا يعني ان تسعى الصين الى تحقيق مصالحها مع اصدقائها فتكون مصالح مشتركه.